أنا فرح عبد الباقي منسقة مجمع الإبداع. إذن لي سيادة الرئيس أن أفتتح مجمع الإبداع بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة. مجمع الإبداع بيديره مجموعة من الشركات من القاهرة اللي أثبتت كفاءتها في تنمية هذا المجال، وجد تشارك الشركات التكنولوجية بأسيوط مع جامعة أسيوط أكبر صرح تعليمي في صعيد مصر اللي فيه شباب يقدر ان هو يبدع. المجمع هدفه انه يقدم موارد مادية ومعنوية من حاضنات اعمال، مساحات عمل وتدريبات تمكنهم ان هم يخلقوا شركات ناشئة ويخلقوا فرص عمل تغنيهم عن الهجرة في العاصمة او خارج مصر. اسمح لي سيادة الرئيس ان اعرف حضرتك النهاردة على مجموعة من مجتمع ريادة الاعمال اللي هم هيشكلوا اساس هذا المجمع واللي احنا هدفنا نخدمهم. النهارده في الافتتاح معانا ثلاث مجموعات وهم ممثلين من حاضنات الاعمال وشركات ومؤسسات داعمه لرياده الاعمال، ومعانا امثله ناجحه من الشركات الناشئه. احب اعرف حضرتك على احمد ضاحي وهو مدير الحاضنه التكنولوجيه. صباح الخير، انا احمد محمد ضاحي، مسؤول الحاضنه التكنولوجيه لمركز الابداع التكنولوجي ولايه الاعمال فرع اسيوط. الهدف من وجود المركز هو دعم الابتكار واداره ورياده الاعمال واتاحه الفرصه للشباب اللي عايز يحول افكاره لمشاريع تجاريه باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وده بيتم من خلال ثلاث مراحل. المرحله الاولى هي مرحله بناء القدرات، وده بيتم خلالها مجموعه من التدريبات اللي فترتها صغيره بتتم فيها تعريف الشباب بمصطلحات زي التفكير الابداعي ورياده الاعمال والابتكار. المرحله الثانيه بيتم فيها دعم وتحويل الافكار من انها فكره لنموذج اقتصادي وتجاري، ده بيتم من خلال برنامج محفزات الاعمال اللي في نهايته الشباب بيبقى عندهم الخطط الاعمال الكامله ونموذج الاعمال والخطط التسويقيه والاداريه والماليه للمشروع. اخر مرحله او المرحله الثالثه بتبقى مرحله الاحتضان، وفي بيتم احتضان الشركات في اماكن مجهزه بكافه الامكانيات عشان تساعدهم على لتكمله مشروعهم، زائد الدعم المالي اللي بيوفره المركز والوزاره، زائد الدعم الفني والاستشارات. المركز موجود هنا دلوقتي في المنطقه التكنولوجيه في اسيوط الجديده علشان يساعد الشباب والشركات الناشئه انهم يبداوا يتبادلوا الخبرات بينهم وبين الشركات الناشئه اللي موجوده حواليهم والشركات التكنولوجيه الكبيره اللي موجوده. وانا في النهايه بحب اقدم بخالص الشكر لسياده الرئيس على مبادره المناطق التكنولوجيه اللي فعلا اتاحت فرص عمل كتير لشباب الصعيد. شكرا سياده الرئيس. شكرا. ومعانا من داعمي رياده الاعمال جاي لنا من اسوان يزيد، هو مؤسس مؤسسه حلول. سيادة الرئيس أهلا وسهلا بحضرتك، أنا يزيد من أسوان 27 سنة، مدير التنفيذي لمؤسسة حلول للتنمية والتدريب والاستشارات. اللي بتعمله حلول هي إن هي بتكون بتحاول تتواجد ككيان استشاري لأصحاب الأهداف التنموية أو الناس اللي بيعرفوا يعملوا اللي عايزين يعملوا المشروعات الصغيرة بتاعتهم أو مشروعات ريادة الأعمال. فاللي احنا بنعمله ان احنا بنحاول نديلهم الاستشارات التوجيهيه، وكمان نعرفهم على موجهين او مرشدين يقدروا يعرفوا منهم ايه اللي ناقص عشان البيزنس بتاعهم يبقى احسن، وكمان بنقدم التدريبات اللي تحاول ترفع مهارات الافراد اللي بيتخرجوا من جامعه اسوان عشان نبدا يبقى في اسوان مشاريع تقدر تدر ليها دخل تغطي الجاب اللي حصلت من بعد ما السياحه قلت في اسوان، وده كله بيصب في مصلحة ان اسوان عاصمة الاقتصاد والثقافة الافريقية، وهي كمان من اكتر المدن اللي موجود فيها تنوع ثقافي في مصر. فده اللي احنا بنحاول نعمله، ان احنا نطلع مشروعات من التركيبات الثقافية الموجودة في اسوان تقدر تخدم اهل المدينة. شكرا سيادة الرئيس على المبادرة، وانا مبسوط جدا ان انا موجود في حاجة زي واحد سيليكون. شكرا. انا اللي بشكرك. ويا ترى انت سامعني كويس؟ سامع حضرتك يا فندم. طب انتوا احنا عملنا القرية الذكية أو المنطقة التكنولوجية في أسيوط الجديدة، يا ترى بعد أنتوا يعني ما تواجدتوا هناك إيه اللي أنتوا شايفين إن إحنا ممكن نضيفه ليكم أو نساعد بيه أكتر كدولة عشان نحقق نجاحات بمعدلات أكبر وأسرع؟ لو كان ليا إن أنا أسألك السؤال ده يعني.
انا حضرتك لما جيت هنا بصراحه يعني اتفاجئت جدا بان المكان مميز جدا ان احنا نقدر نتجمع فيه، وكمان الاماكن المتاحه فيه للناس ان هي تبدا تشتغل مناسبه جدا. بس اللي انا بشوفه بشكل شخصي كيزيد يعني هو التدريبات، يعني محتاجين ان يكون في تول كيتس متاحه او حقائب تدريبيه متاحه بالمدربين بتاعتها، نبدا ان احنا ناهل اكبر كم من الشباب في الصعيد ان هم يشتركوا في المشروعات الموجوده. لان دايما لما حتى حد بيفكر في فكره مشروع هو عايز ينفذها بيبقى صعب جدا انه يلاقي فريق عمل اللي يشتغل معاه المؤهل. فدايما لو انا بشوف ان احنا لو دربنا اكبر كم من الناس اللي يبقوا مدربين ودول يبداوا ينقلوا الخبره بتاعتهم لناس تاني، هنبدا نكون فرق عمل كتير تقدر تطلع المشروعات اللي احنا بنطمح ان هي تكون موجوده. فاللي بقوله ان لو اتاحت الحقائب التدريبيه لمدربين من الصعيد يبداوا يوجهوا الناس ان هم ازاي يعملوا مشروعات بشكل احسن. انا بشكرك يا زيد. عايز تقول حاجه تاني انت وزمايلك؟ شكرا يا فندم، انا اتشرفت بحضرتك. شكرا جزيلا. الف مبروك وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. ربنا يخليك. شكرا يا فندم. شكرا يا زيد. من القاهره معانا رانيا بتركز على رائدات الاعمال في شركه انتربرينال. صباح الخير، انا رانيا، انا جايه النهارده من القاهره. انا بعمل منصه لدعم رائدات الاعمال اسمها انتربرينال، هدفها تطلع مشاريع من بنات موجودين في كل حته مش بس في القاهره، احنا شغالين في محافظات كتير وطلعنا اكتر من مشروع في اسكندريه والمنصوره والمنيا، واحنا موجودين النهارده عشان نشوف احنا نقدر نقدم ايه للصعيد وايه المشاريع اللي احنا نقدر نطلعها من مكان زي ده. شكرا جزيلا. شكرا ليك يا فندم. وأحب أقدم حضرتك لأمثلة من الشركات الناشئة. أحمد منيب من شركة Egypt Tour Guide. أنا اسمي أحمد منيب، 22 سنة، خريج حاسبات ومعلومات جامعة أسيوط. إحنا لقينا إن في مشكلة إن السياح لما بيروحوا الأماكن التاريخية أو بيجوا يعني بيعملوا الرحلات بتاعتهم في مصر مش بيوصلوا للمعلومة الكاملة عن الأماكن اللي هم موجودين فيها، ومش بيعيشوا التجربة الكاملة اللي ممكن يعيشوها في المكان ده. فإحنا عملنا موبايل أبليكيشن اسمه Egypt Tour Guide، هو ده اسم الشركة بتاعتنا. فكرته إن هو بيمشي ورا السائح في المكان اللي هو موجود فيه، بيمشي معاه جوه المكان ده وبيحكي له بالصوت قصة المكان اللي هو واقف فيه، سواء كان معبد أو متحف أو أي حاجة زي كده. كمان لو قدامه تمثال أو مسلة أو أي حاجة صغيرة بيقدر يطلع الموبايل بيصورها، الابليكيشن بتاعنا بيعرف دي إيه وبيحكي له القصة بتاعته، وبيمشي معاه في التجربة بتاعته طول ما هو بيتمشى جوه مصر من أول ما بينزل من الطيارة لحد ما بيخلص التور بتاعته كلها. احنا دلوقتي في الابلكيشن بتاعنا في مرحلة التستنج، ان احنا بنجربه مع السياح، وان شاء الله في خلال اسبوعين هنطلق الاب على البلاي ستور. والشركة بتاعتنا دلوقتي محتضنة في مركز الابداع التكنولوجي وريادة الاعمال في جامعة اسيوط، وان شاء الله يعني الاب هنعمله لونش قريب. والمركز كمان مركز الابداع وفر لنا المكان اللي احنا نشتغل فيه، ووفر لنا الاستشارات سواء تقنيه او في التسويق، كمان وفر لنا التواصل ان احنا مع شركات سياحه ومع ناس شغاله في المجال ده علشان نقدر نوصل للكاستمرز بتوعنا ونقدر نوصل للسياح عشان يجربوا الابلكيشن بتاعنا. وفي النهايه بحب اشكر سياده الرئيس على المبادره اللي وصلتنا ان احنا نوصل بالشركه بتاعتنا للمكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. شكرا. انا اللي بشكرك وبهنيك على الفكره الرائعه، واتمنى لكم ان انتم توفقوا فيها. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا حضرتك. احب اعرف حضرتك على مايا من شركه سلفني. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. انا اسمي مايا ياسر، عندي 21 سنه، بكالوريوس تجارة انجليش جامعة اسيوط. انا بزنس كوردينيتور في شركة سلفني المحتضنة في مركز الابداع التكنولوجي وريادة الاعمال التابع لوزارة الاتصالات. شركة سلفني هي اول شركة ايجار الكتروني في صعيد مصر. احنا عارفين ان في كل بيت عندنا في ادوات احنا جبناها ومش بنستخدمها او بنستخدمها بشكل موسمي. ممكن الادوات دي نستفيد منها بدل ما هي قاعده مركونه عندنا في البيت، ممكن ان احنا نستفيد منها بان احنا ناجرها لناس تانيين. في نفس الوقت في بعض الاشخاص بيبقوا محتاجين ان هم يشتروا حاجات علشان يستخدموها مره واحده بس، او يستخدموها علشان مناسبه معينه ومش بيبقوا افورد ان هم يدفعوا علشان يشتروا الحاجه دي. فبدل ما هم يشتروها ممكن ان هم ياجروها من خلال البلاتفورم بتاعنا
وده طبعا بيساعد على ترشيد الاستهلاك وبيسيف الناتشرال ريسورسز بتاعتنا. الحاجات دي زي ايه؟ ممكن نأجر اي حاجه زي كاميرات، زي فساتين افراح، او حتى ادوات نجاره. احنا دورنا كسلفني ان احنا بنعمل كحلقه وصل من خلال البلاتفورم بتاعنا، بيعمل كحلقه وصل ما بين المؤجر والمستاجر علشان نسهل عمليه اللينك ما بينهم. طبعا انا بحب اشكر مركز الابداع التكنولوجي ورياده الاعمال على ان هو دعمنا وادانا الدعم المادي وادانا المكان وكمان الاستشارات التقنيه والاستشارات التسويقيه. وفي النهايه طبعا احب اشكر حضرتك جدا يا سياده الرئيس على المبادره دي، واحب كمان اشكر وزاره الاتصالات. شكرا لحضرتك. انا اللي بشكرك على المبادره بتاعت سلفني الجميله ديت، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك يا فندم. هدفنا ان احنا ندعم الشباب بكل الموارد اللي هم محتاجينها، بس الموارد لوحدها مش كفايه، محتاجه شباب يقدر ان هو يستخدم الفرص دي ويعمل من ذاته حاجه كبيره جدا. تسمح لي سياده الرئيس ان اقدم ليك مثال ناجح، وهو احمد صاوي، وهو استخدم فرصه اديتها له وزاره الاتصالات واجتهد فيها ونجح. ازيك يا احمد؟ انا احمد الصاوي، 23 سنه، من أبناء محافظة أسوان، خريج جامعة الأزهر أصول دين تفسير 2016. أنا كنت بفكر طبعاً هعمل إيه بعد التخرج. دورت ولقيت أكتر من منحة مقدماها وزارة الاتصالات. قدمت على منحة تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة من أجل فرصة عمل أفضل. حصلت على المنحة بتدريب معهد نظم وتكنولوجيا معلومات القوات المسلحة أسيوط. المعهد حس إن لسه عندي قدرات وكفاءات أعلى، خصوصاً لما شاف التفوق في التدريب، وطرح علي اكون ضمن فريق التدريب في القوات المسلحه. اشتغلت ضمن فريق التدريب، وبعد كده وزاره الاتصالات ومعهد القوات المسلحه رشحوني علشان اشتغل في جهاز بيع لشركه من كبار الشركات العالميه. الشركه كمان منحتنا الثقه بشكل عام بعد اول سنه عمل، وطلبت مزيد من ذوي الاعاقه يشتغلوا معاها، وبشكل شخصي منحتني الثقة وأسندت لي التدريب التقني للناس اللي مقدمة عشان تشتغل عندنا في الشركة جديد. حابب أشكر سيادتك يا سيادة الرئيس على مبادراتك ودعمك المستمر لينا، وشكرا لسيادتك على منحنا 2018 عام لذوي الإعاقة. بتمنى دعم مزيد من الدعم لبرامج وزارة الاتصالات اللي بتقدمها لذوي الإعاقة، لأنها بتحقق توازن كبير في حياتنا بشكل عام. آخر حاجة حابب أقولها رسالة للمجتمع بشكل عام ولزمايلي بشكل خاص. الإعاقة مش معناها منع كامل، الإعاقة بتقولك دور على طريق غير المعتاد، اجتهد وهتوصل، ولما هتوصل اجتهادك هيخليك متفوق جدا عن بقية الناس اللي حواليك. شكرا سيادة الرئيس، شكرا لحضراتكم جدا. أنا اللي بشكرك يا أحمد يا صاوي، أنا اللي بشكرك يا أحمد يا صاوي، وسعيد جدا بيك ومتشرف باللي أنت عملته واللي بتعمله، أنت وكل زمايلك اللي أنا التقيت بيهم النهارده. أنا بهنيك وبقول لك مرة تانية ربنا يوفقك، وأنا فعلا متشرف بيك. شكرا جزيلا، شكرا يا أحمد. شكرا يا فندم، شكرا. شكرا ليك يا سيادة الرئيس، أرجو إن احنا نعمل شركات ناشئة تشرف مصر وبنبتكر من أجل مصر، وشكرا لوزارة الاتصالات على مجهودها الرائع اللي معانا. نحب ننتقل لبرج العرب، مع السلامة. أنا اللي بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.